السلام عليكم. اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي فزعا في الساعة الأخيرة بعد تداول خبر مفاد أن امرأة غامضة تتجول أمام المدارس بولاية بوزا تابعة الفيديو للأخير. قالت عدة صفحات ووسائل إعلامية محلية أن امرأة متجلببة حاولت استدراج تلميذة صغيرة عند خروجها من المدرسة بالقلاع، كما وقامت بوخز يدها وسألت عن اسم أبويها. المرأة كانت في سيارة سوداء أمام مدرسة صنع محمد بالقلاع، وقيل أنها كانت تتجول من قبل في ولاية عين الدفلة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر وتكثيف الرقابة والقبض على هذه المرأة الغامضة ومعرفة غايتها من هذا الفعل الخبيث.